أن الله تعالى لما خلق آدم جعلني في خيرهم أبا ثم جعلهم قبائل جعلني في خير قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا. فلذلك قال ابن عباس والسيدة فاطمة غطروا لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء أي من أفضلكم وأشرفكم فهو محمد ابن عبد الله واسم أم سيدنا عبد الله فاطمة وعبد المطلب واسم أمه سلمة وهاشم واسم أمه عاتكة وعبد مناف واسم أمه أيضا عاتكة وقصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن الياس ابن النضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. صلوا على سيدنا رسول الله. نقل الغاضي أبو بكر بن عربي عن بعض الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم له 1000 اسم. قال كعب الأحبار اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة عبد الكريم. Thank you.
سيد نحاس مدوق يا اخوي قول سيد وقلبهم معصي جرى
على
حبيبي والله يا زميل الدنيا هابا اصل ما ابتلح هابا زي زي ظل السحابة وكان بدون الصحابة ونسيبك قبل نسيبك ديما صل على حبيبي والله يا زميل الدنيا هابا اصل ما ابتلح هابا زي زي ظل السحابة وكان بدون Yeah.
القوم اللي
الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم
رسول بخلق رضيع للقى يا اخواني.
عصير مضرجة الشوق يا رسولي أي فيك رجاء الشوق يا رسولي